وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الشارع، معي أنا والزميل جمال البنا. أهلا بيك. أهلا بك. زي ما احنا عارفين إن إيد لوحدها ما تسقفش، وطبعا لازم يكون في دور كبير للشباب موجود معنا. الأول كنا بنرمي الحمل دايما على الجهات التنفيذية والحكومة، إن هم بنستناهم يعملوا كذا ويعملوا كذا ويشتغلوا وكده، ولكن مع ظهور الأزمات ظهر مجموعة من الشباب والفرق والمبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية، ده كله كان تحت مسمى المجتمع المدني، حاولوا ان هم يشيلوا جزء من الحمل ده بأقل الإمكانيات. طبعا ظهور المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية خلت أصبح ان هو بقى وسيط بين الشارع المصري وبين الجهات التنفيذية، ومش بس كده، الجهات التنفيذية بقت تشتغل على الملف ده وعملت ملف المبادرات وبقت مهتمية بيه. دعونا دلوقتي نرحب مع أستاذ وليد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية عباد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك. وأستاذ وليد بحيري، أحد مؤسسي صندوق الكوارث. أهلا وسهلا بحضرتك. مبدئيا طبعا أستاذ وليد، احنا عارفين ان في أنشطة كتير للجمعيات الأهلية، بس عايزين نركز على حتة دور الجمعية في جائحة كورونا، ازاي ساعدتوا وازاي واجهتوا المشكلة دي؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان دور الجمعيات الأساسية اللي هو نشر الوعي بين المواطنين، لان الجمعيات طبعا كلها بتتحرك في إطار السياسة العامة للدولة، لان هي شريك أساسي مع الحكومة والقطاع الخاص في التنمية، وبذلك بتبتدي تتحرك في إطار السياسة العامة للدولة. بدأت أزمة كورونا زي ما بدأت في جموع مصر بحالها، كان طبعا الريف بالذات بيبقى له طابع خاص غير المدن زي ما كله عارف طبعا، ففي الريف لازم يبقى فيه وعي، فإحنا بدأنا بالتوعية، نشر الوعي بين أهالينا وناسنا في بلدنا. أنا بتكلم على قرية كقرية كفر البجور. مركز البجور محافظة المنوفية. ابتدينا في نشر الوعي بين الناس، وبعد كده حاولنا بقى نعمل حاجة دلوقتي. طب في أزمة، لازم يبقى في إدارة للأزمة. طبعا دلوقتي كوننا مجلس اجتمع مجلس الإدارة وعملنا أنشأنا إدارة الأزمة، عملنا أزمة، في أزمة موجودة ابتدينا نشتغل عليها وهي أزمة كورونا. طب دلوقتي إيه اللي بيقابل الناس في الوقت دوت؟ إحنا دلوقتي الناس عايزة حاجة دلوقتي، كل متطلبات الناس طبعا المتطلبات اليومية كخضار كحاجات الأسرة اللي هي محتاجاها، الاحتياجات الشخصية، الاحتياجات الشخصية بالظبط الأسرة يعني. بالظبط. فإحنا ابتدينا نشتغل على الموضوع دوت. أول حاجة أطلقنا مبادرة اسمها إحنا معاك. المبادرة دي سميناها إحنا معاك. يعني المبادرة أصلا خارجة من الجمعية. أيوة بالظبط. الجمعية كانت موجودة من قبل كده. الجمعية موجودة متأسسة من سنة كام؟ من 2012. تمام. موجودة وشغالة على أرض الواقع بكل أنشطتها من 2012. يعني نقدر نقول إن الجمعية من السنة اللي فاتت، من ساعة ما أزمة كورونا جت بالظبط، في انشطه زادت عليها، فبدات تركز على النواحي اللي هي خاصه بازمه كورونا بالظبط، بجانب النشاط الاساسي اللي هي كانت شغاله عليه. النشاط الاساسي ده، النشاط الاساسي شغال، ما فيش مشاكل فيه، شغال زي ما انت واجهك ازمه، في ازمه دلوقتي حصلت، بدات تتعامل، في مشكله ما هنوقف مكتوف الايدي، ما ينفعش. لازم كويس. نشتغل على الازمه. كويس جدا، ده دورنا. كويس جدا. فاطلقنا مبادره سميناها احنا معاك. طيب احنا معاك ديت دلوقتي ايه؟ بصينا ايه أول حاجة لازم نشتغل عليها دلوقتي؟ إيه؟ موضوع متطلبات الأسرة اللي عايزاها يعني. فابتدينا نشتغل في موضوع، عملنا موضوع مشروع الخضار. ده كان أول حاجة أنشأناها في الوقت دوت. اشتغلت عليها المبادرة. اتعاملتوا إزاي في موضوع الخضار؟ يعني عملتوا إيه للمواطن داخل القرية في موضوع الخضار ده؟ ابتدينا دلوقتي إحنا أطلقنا المبادرة، قلنا خليك في بيتك، احمي نفسك واحمي أسرتك، واحنا هنجيب لك الخضار بتاعك لغايه باب بيتك معبأ ومغلف بطريقه صحيه وامنه، وكمان الدليفري علينا، توصيل الطلبات علينا. جدا حلو قوي الفكره دي، ان انت مش عايزه ينزل يعرض نفسه ويعرض غيره للعدوى في ازمه كورونا، انت عايز يفضل موجود في البيت عشان خاطر يعني نحافظ على بعض كلنا. بالظبط، احنا قلنا نحافظ على ناسنا دلوقتي طبعا جداً. في الريف كله عارف ان بيبقى في سوق يوم مجمع في الاسبوع، بيبقى في سوق، فطبعا بيبقى في اختلاط. طبعا احنا طبعا اكيد. فقلنا نخف موضوع الاختلاط ده شويه عشان انتشار المرض ونحافظ على اهلنا يعني. حلو جدا.
فأطلقنا مبادرة إحنا معاك وعملنا مشروع الخضار. مشروع الخضار دوت ابتدينا طبعاً عملنا فريق تطوعي من شباب البلد وخدنا مكان وابتدينا دلوقتي نشتغل. عملنا لجنة، طب في ناس هتبقى مسؤولة عن شراء الخضار، في ناس هتبقى مسؤولة عن التوزيع، في ناس هتبقى مسؤولة عن التعبية. عملنا أطلقنا 3-4 أرقام تليفونات نزلناها على صفحة الجمعية، وطبعا ده اي حد عايز اي حاجه ابتدينا نستقبل الطلبات بتاع الناس. معانا احنا صور هنعرضها في واحنا شغالين في السياق الحديث ازاي انتوا كنتوا بتجيبوا الخضار وازاي بتعبوه هتتعرض، فبس هسيب حضرتك تكمل يعني بداتوا ازاي ووصلتوا لايه. ماشي تمام. ابتدينا دلوقتي قلنا طب احنا دلوقتي لو رحنا جبنا الاسعار يعني الخضار من هنا من المكان من مركز عندنا. طب احنا عايزين نوفر، الموضوع كله قايم على التبرعات. اولا الجمعيه كلها قايمة على التبرعات. فابتدينا دلوقتي شفنا عربية وشفنا مجموعة مننا نزلت سوق العبور. كويس جدا. ابتدت تجيب الطلبات. انت رحت للمنبع نفسه. رحنا للمنبع عشان نوفر. عشان احنا دلوقتي انت في ظل ظروف محتاج توفر اي مبلغ يكون معاك. صح. عشان تقدر تشتغل بيه. صح. لان الموضوع كله الجمعية كلها قائمة على التبرعات. مفيش دخل ثابت على فكرة في الجمعية خالص. كلها قائمة على التبرعات. تمام. فجبنا العربية وابتدينا مجموعة مننا راحت سوق العبور بالفعل وابتدت تجيب طلبات. جبنا كمية كبيرة حلوة وخدنا المكان، حطينا الطلبات ديت في المكان، الخضار كله، وابتدينا نشتغل. اتصالات بقت تيجي، الناس تعاونت معنا جدا وبقينا نكتب كل حاجة، كل واحد أسرة. طبعا الريف كله بيبقى عارف بعضه على فكره، يعني دي حاجه معروفه اكيد طبعا. كلها اسر وعائلات، وفي ناس ومعروف الاماكن، فبتبقى العمليه قريبه قوي يعني. بالظبط، ومعروف الاماكن كلها وبتاع. فابتدينا جبنا بقى اللي ابتدينا نعبي الشنط بالطلبات كلها حسب الطلبات اللي احنا اللي مطلوبه من كل اسره، وابتدينا نشوف الدليفري اللي عندنا سواء كان تروسيكلي سواء كان توك توك، كان معانا كذا حاجه بنوفر بيها سواء عربيه. وابتدينا نوصل كل يوميا، الموضوع ده شغال نوصل. طيب احنا عايزين نعرف المكان اللي حضرتك كنتوا بتجمعوا فيه الخضار ده، هل ده كان حد متبرع بيه ليكوا؟ بالظبط. والعربيه برضو اللي هي كانت بتجيب الخضار دي برضو كانت بتبرع اللي ولا اللي بيوصل والدليفري اللي بيوصل؟ لا هو الدليفري تمام. لا هو هو العربيه اللي جابت الخضار بالفعل كان التبرع من اخ فاضل في معانا في مجلس الاداره، راجل محترم عنده عربيه كبيره اللي هي جامبو، قال العربيه معاكم وروحوا بيها مطرح ما انتوا عايزينه. يعني هو وفر لك طبعا توصيل الخضروات من العبور لكفر الباجون. بالظبط. يعني السعر بتاعها من السوق بتاعه لحد ما بتوصل للناس بس من غير اي يعني اضافات. يعني كانك قاعد في العبور. بالظبط. حلو جدا. تمام. وبالنسبه للمكان المكان برضو كان متبرع بيه واحد صديقنا برضو فاضل، اخ فاضل عندنا بيتبرع معانا في الجمعيه كويس، برضو قال انا عندي مخزن كبير في دور ارضي، خدوه وحطوا فيه اللي انتوا عايزينه. طبعا كان لازم برضو عشان نحافظ على الخضار لو في حاجه قعدت تاني يوم كان في مراوح، المكان كان مجهز بكل حاجه بصراحه، وحطينا فيه الخضار وابتدينا نشتغل. التطوع بقى من هنا بقى جت فكره تطوع الشباب. طبعا انت عايز، انت بتعبي في اليوم ممكن 100 اوردر ممكن طبعاً. كل اسره بتوصل ممكن توصل 50 ممكن توصل 60 ممكن توصل 30 برضه عادي يعني حسب الطلبات يعني. فبتعبي، فانت محتاج مجهود، محتاج مجهود ناس كبير اكيد طبعا متطوعين كتير يكونوا معاك. ده طبيعي، ما فيش حد هيشتغل لوحده، ده طبيعي. بالظبط. موضوع شغل الجمعيه وازمه كورونا هنتطرق لسياق الحديث فيه لان الموضوع مهم جدا، والمشاركه المجتمعيه اكيد افادت البلد وافادت أكيد. الاشخاص نفسها اللي دخلت في المنظومه اكيد بالضبط. ولكن خلينا بقى نتكلم مع صندوق الكوارث. سمعت ان انتوا في قريه كفر الباجور عاملين صندوق اسمه صندوق الكوارث، والفكره عجبتني جدا. تمام. وحضرتك احد مؤسسين للصندوق ده. تمام. فعايز اعرف الفكره جت ازاي وعلى اساس ايه عملتوها وبتتعاملوا فيها ازاي الفكره دي. والله هو الموضوع طبعا زي ما الاستاذ وليد قال لحضرتك، بالنسبه للريف، الريف كله يعتبر اسره كبيره، معظم الناس يعني عارفه بعضها وعلى علاقه ببعضها. وطبعا الريف يعني قبل كده والقريه عندنا وقفت جنب بعضها في مواقف كتير وفي حاجات كتير. لكن الموضوع بصراحه سبب انشاء الصندوق نفسه كان من حوالي سنتين كده، كان سببه ازمه كبيره جدا، هي ازمه راجل بسيط في القريه كان عنده بنتين
بعمل بمكون الجهاز بتاعهم، جهاز العرايس بتاعهم، وكان في مكان واحد. تمام. فطبعا هو راجل بسيط وجاب معظم الحاجات بالتقسيط اكيد، لانه طبعا اعباء ماليه كبيره جدا. فحصل ماس كهربائي في البيت عنده، ادى الى تدمير البيت بالجهاز العرايس بالكلام ده كله. طبعا معلش احنا ممكن نتحمل بعض، لكن كعريس مرتب وضعه ومرتب وقته له مواعيد، فكان دي حسينا طبعا انها كارثه كبيره جدا ولازمها اغاثه عاجله. فمن هنا بصراحه جت فكره انشاء الصندوق. حلو صندوق الفكره الكويس. ان انت من 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 المعاناه اللي انت شفتها تتولد فكره يعني رائعة، وأتمنى أن هي تتعمم، لأن فكرة صندوق الكوارث دي خاصة في القرى وفي الأرياف بيبقى مستوى الدخل ضعيف بسيط. تمام. فلما يبقى في حد موجود يقول له يعني إحنا جنبك، إحنا معاك، ما تقلقش، هنساعدك، هنقف جنبك، الحاجات دي بتبقى مهمة جدا. تمام. وبتولد يعني علاقات مهمة داخل القرية. تمام. وما بيحسش أن اللي داخل اللي بيساعده ده شخص، لا ده بيحس ان اهل البلد كلها هي اللي واقفه جنبه، هي بتقرب الناس طبعا. فكره رائعه جدا، وانا بحييكوا عليها جدا، واتمنى ان هي تتعمم على مستوى كرة مراكز ومدن الجمهوريه بصراحه. هي تمام. فكرة حضرتك فكرة حاجه ثانيه بقى، ايه نوع الكارثه؟ وانا ممكن اجي اقول لك انا حصل لي كذا، فتجي لي ايه انت شايف ان هي مش مناسبه او ما تستاهلش ان انت تديني. ايه الانواع الكوارث اللي انتم ممكن تكونوا محددينها وعلى اساسها بتطلعوا المبلغ، والمبلغ ممكن يكون في حدود قد ايه؟ احنا حددنا حضرتك، انشانا الصندوق وعملنا له مجلس اداره محترم، مجموعه طيبه من البلد بتتمتع بسمعه طيبه، محل ثقه من الجميع، وحددنا بعض طبعا الكوارث والازمات اللي ممكن نساهم فيها يعني بمساهمه عاجله مع الرجل الفقير المعدم. تمام. فحضرتك حددنا طبعا ان لو حصل كارثه زي اللي كانت بدايه الصندوق، حريق مثلا، حريق هائل مثلا التهم بيت باللي فيه، لو في مثلا فلاح بسيط عنده جاموسه هي مصدر دخل البيت، عايشين الاسره كلها عايشه من الدخل ده، هي في بالنسبه للفلاح دي بالنسبه له حياته، راس ماله حياته، يعني هو ده راس ماله، ده يعني دخله كله اليومي او الشهري قائم على كده. تمام. لو في مثلا راجل اجير على قد حاله برضه بيشتغل باجر يوم بيوم، حصل له كسر في مثلا لا قدر الله في رجله في ايده، فطبعا هيقعد شهر ونص شهرين في جبس في علاج في غيره، فمحتاج انه برضه دخله معتمد على صحته، دخله معتمد على كده. لو في مثلا حد فقير معدم مثلا برضه هيعمل عمليه كبيره. وبصراحه يعني الجمعيه برئاسه الاستاذ وليد والساده الافاضل في تعاون كبير ما بيننا، فمثلا بيشوف لنا حالته ايه، وضعه ايه، نقدر نساهم في الحاجات دي، يعني وقلنا نقدر اي مستجدات نقدر نضيفها للمساهمة. نقدر نقول ان انتوا بتساعدوا، بتكونوا مع الجمعيه في دراسه الحاله بتاعت الحالات اللي بتتقدم لكم. الجمعيه منشاه من فتره ولها دور كبير جدا ولها علاقات كويسه جدا، وطبعا معلش عشان نبعد، احنا بنقول انها يعني حاجات كلها خيريه واهليه، فعشان نبعد عن الروتين الجمعية بتساعد معنا في الكلام ده، انه ممكن مش كل واحد جاي بيقول لي انا فقير او انا محتاج مساعدة بديله مساعدة. اكيد طبعا. لا هي الجمعية بصراحة بتقوم بالبحث والتحري في الموضوع، وان قدرت تساعد معنا في الموضوع كمان بره الصندوق بتساعد معنا باللي تقدر عليه، واحنا كصندوق بنعمل اجتماع لمجلس الادارة ونناقش الحالة ونبتدي نقول هنقدر نساعد الحالة دي بكذا. طيب بما انك بقى اتكلمت في مجلس ادارة الصندوق، على اي اساس اخترت الناس المسؤول عن الصندوق، وايه المواصفات اللي انت اخترتها عشان ده يكون مسؤول عن صندوق الكوارث، وهل له مؤهلات معينه ولا لا؟ احنا والله في اختيار الموضوع الصندوق ما كانش لينا يعني اعتبارات يعني اساسيه ملزمه للموضوع. احنا كان اهم حاجه عندنا ان الشخص يبقى راجل ذو ثقه بيتمتع بمحل ثقه ومعلوش اي شائبه من اهل القريه، يبقى محل ثقه الجميع، عشان زي برضه هو قايم على التبرعات، فعشان ما يبقاش فيه شك من اي نوع أكيد. في الصندوق. الحاجه الثانيه ممكن مثلا يكون راجل من كل مكان في القريه، حاولنا ان احنا نجمع يعني ناخد شخص من كل منطقه في القريه، بحيث يبقى لنا معلش مندوب او عين في كل منطقه في القريه، يبقى الموضوع كده ايه كامل مكمل، يعني نقدر نتواصل، يبقى يكون معاك حد ثقه ان انت تقدر تساله وتقول له برضه بجانب الجمعيه اكيد. تمام. يعني
طب استاذ وليد، عايزين نعرف من حضرتك، حضرتك قلت ان اول حاجه عملتوها في ازمه كورونا الخضار. الخضار ايه تاني بقى حاجات ان انتوا قدرتوا تساعدوا فيها في الجائحه؟ احنا عملنا مشروع الخضار ولقى اقبال جميل، اعجاب الناس بالفعل وصدى حلو في البلد، وفعلا يعني قدرنا نحافظ على نسبه كبيره من اهلنا ان هم ما يخرجوش وما يختلطوش بمشروع الخضار. بدأت بعد كده قابلتنا أزمة تانية وهي العمالة المؤقتة. العمالة غير المنتظمة. لأن فعلا الأزمة أصلا يعني في ناس كتير كان شغلها أصلا قائم على إن هي مجهودها بالظبط وإن هي حرفتها بالظبط، وبعض الشركات لما الأزمة بدأت الناس دي قعدت بالظبط، الشركات كمان قعدت العمال فترة في البيوت، نقصت العدد 50% فعلا فعلا. حصل فعلا. كان دوره إيه مع العمالة المؤقتة؟ عملنا حصر بالعمالة، ابتدينا نعمل حصر بالعمالة المؤقتة. حلو. انا عاجبني هو شغل ان انت بتبدأ عامل بلان لنفسك. طبعا. وخطة وعامل حصر، فاذا عندك الداتا عشان تقدر تمشي على خطة مظبوطة. في ازمة حلو. يبقى لازم في ادارة ازمة، يبقى لازم في تكوين فريق يدير حلو. الازمة لازم تتابع الازمة. حلو. كل جيب. الكلام دوت احنا درسناه. يعني اكاديمية ناصر بقى. اكاديمية ناصر. واضح. جايب الحاجات كلنا فعلا اتعلمنا منها حاجات كتير، وطبعا لازم نطبق اللي احنا اتعلمناه على الحاجات. بالظبط. فعملنا حصر، ابتدينا نعمل حصر بالعمالة المؤقتة. وندرس الحالات كلها من حيث الدخل. في حالات مثلا ممكن تكون دخله في دخل ثابت هو ومعاه هو بيزود دخله بشغل في مكان تاني، وفي ده حالات تمام. ده اعتقد ده مش محتاج. لا لا يعني مش محتاج دخل ثابت، انما في حالات بالفعل العماله بقى ان هم مثلا زي سواء اتوبيس مثلا كان شغال في شركه مثلا في العاشر او هنا او في اكتوبر او بتاع، وقعد الشركه قعدته. طب ده هو ده كل ما كل ده دخله كله مرتبه اللي بيجي له. فطبعا الشركات القطاع الخاص في ناس كتير قعدت ومفيش مرتبات لحين الانتهاء الازمه. في اجل الراتب وفي قلل الراتب. قلل الراتب بالظبط. وبرده قلل الراتب ما فضلش مستمر معاه للاخر، يعني فضل شهرين ثلاثه اللي قال الاخر بقى قال له طب استنى شويه بقى لما قدرش الامور ترجع. أيوة بالظبط. فاحنا ابتدينا نشتغل على الاسر ديت، عملنا حصر بيها بالفعل. انت اشتغلت وبقيت موازي للدوله، لان الدوله عملت هذا الحصر وبدات تصرف ال 500 جنيه الاعانه للعماله المؤقته. ده انت برضو اشتغلت. انا اشتغلت في نفس الاتجاه. اشتغلت في نفس الاتجاه. كويس جدا. بل بالعكس انا صرفت كويس جدا واشتغلت وخلصت قبل الدوله ما تصرف. ايوه بالظبط. ما اشتغلت برضو على مستوى القريه. انا بشتغل على طبعا الدوله على حاجه كبيره. انا بشتغل على مكان صغير وارقام كبيره. طبعا ارقام كبيره. احنا بنشتغل على اسر عدد صغير من الاسر. وبدات تعمل رواتب شهريه. عملت رواتب شهريه. طيب انا عملت رواتب شهريه خلاص. الراتب ممكن يوصل لحدود كام ولا صعب؟ لا مش صعب ولا حاجه. احنا عملنا كان المرتب عندنا 500 جنيه. حلو جدا. ايوه حلو. عملنا 500 حلو جنيه جدا. للاسر ديت. طب الراتب بس؟ لا ما هو ما ينفعش. طب ما انت عندك دلوقتي في مستلزمات ثانيه للاسره. ابتدينا نشتغل برضو، عملنا شنط. شنط جمعنا مواد غذائيه في شنط ولحوم وبتاع. سلع غذائيه. سلع غذائيه بجانب الراتب الشهري. بجانب الراتب الشهري. دي مجانيه. ايوه بالظبط. حلو جدا. حلو جدا. وابتدينا برضو دي في مبادره احنا معاك. ما هي مبادره احنا معاك دي كلها تخص كورونا بحالها. ولسه كل ما تضرر من ازمه الكورونا. بالظبط. هي بدانا بيها وشغاله لغايه دلوقتي على فكره. فاشتغلنا في الموضوع دوت، عملنا الشنط ووزعناها، جبنا احتياجات الاسره تكفيها لمده شهر وابتدينا نديها للاسره. عملنا دلوقتي. طيب ما احنا عايزين متابعه في برضو الاسره ديت، في امراض، في علاج، في عمليات، في اي حاجه برضو. ما هو كان في الاول دخل بيجي له، عايز مثلا دلوقتي في بنته، ابنه، زوجته عايزه تعمل عمليه، عايز يجيب علاج، عايز بتاع، كان في دخل ثابت. هو كان مثلا 500 جنيه برضو حاجه بسيطه. هي 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 مش كل حاجه ولكن هي مساعده. بالظبط. ابتدينا نشتغل على الموضوع دوت، وبالفعل ساعدنا الاسر كلها في الموضوع دوت. يعني حضرتك ما اديتهم 500 جنيه والشنطه، ومش بس كده برضو بتشوف ايه الاساسيات اللي كانت عند كل اسره برضو بتحاول ان انت تساعد فيها. طبعا طبعا ده اساسي. يعني بعد كده بقى خلصنا موضوع العماله، بدات الأزمة الحقيقية اللي هي وهي الموضوع المستشفيات الأكسجين. نقص الأكسجين طبعا ده موجود طبعا. شغل المواطن المصري. شغل الشاغل. أيوة. أنبوبة الأكسجين. بالظبط. ابتدت الحالات تظهر.
يعني هي الملاذ لاي أيوة. مواطن بالظبط ان هو يعثر على انبوبه اكسجين. ابتدت الحالات تظهر، كان لكم ازمه فيها طبعا، كان لكم دور قصدي كبير كبير. حلو، ابتدت الحالات تظهر، الحالات ابتدت تزيد، خصوصا ان احنا عندنا مستشفى الباجور المركزي تحولت لحجر. تمام. أيوة. طبعا كل طبعا طاقم التمريض الاطباء الكلام ده كلهم معظمهم من القرى ومعظمهم في من عندنا وفي من الباجور، فطبعا في اختلاط يعني. فلازم الحالات تظهر، وابتدت بس الحمد لله ما كانتش كتيره يعني، الحمد لله يعني. اتعاملتوا معاها ازاي؟ اتعاملنا معاها ازاي؟ ابتدى طبعا دلوقتي اسطوانات الاكسجين، اول حاجه خط خطوه لنا موضوع الاسطوانات الاكسجين. قابلنا صعوبه جدا فيها في الاول عشان نوفر الاسطوانات، يعني حتى سعرها غالي جدا. طبعا غالي جدا، ثلاث اربع اضعاف. احنا لفينا كتير ورحنا اماكن كتير والحمد لله وفقنا. وصلت ل 3000 ووصلت ل 3600 في ناس في اشتغلت على الازمه. يعني شوف معلش هنتكلم في اتجاه بعض استغلال. شوف حضرتك بعض اشتغلت على الازمه ازاي وحاولت ان انت تحل، وفي حد تاني اشتغل على الازمه برضو بطريقته اللي هو المكسب المادي بالنسبه له اللي هي 1000 1000 ونص لا 3 و4 وممكن كمان ما تلاقيهاش اللي هي اللي هيديها لك يقول لك ايه خلاص انا هديها لك انت كده وخلاص وبثلاثه كانه هو بيجبي عليك. هو لما بيديها لك ب 3000 كانه بيجاملك. وما كانتش موجوده يا استاذ جمال يعني، هي ما كانتش موجوده اصلا يعني. احنا قعدنا فتره عبال ما جبنا مش لاقيين اسطوانات. اكيد واكيد حضرتك اضطريت تشتريها باي سعر مجرد بس عشان أنا دلوقتي الناس والحالات اللي معاك. مش هينفع اصلا، مش تاجر، مش هقعد افاصل واقعد. انا بدور بحاول يعني اجيب اقل سعر لان الفلوس ده انا امين عليها، دي فلوس تبرعات. طبيعي انك انت برضه توفر كل جنيه. احنا اطلقنا الاول موضوع التبرعات وموضوع الاسطوانات، كتبنا منشور على صفحه الجمعيه وابتدينا نطلق في بعض المشايخ الافاضل في البلد. المساجد. في المساجد طبعا كان دور لها لها دور عظيم يعني. اذا برضه ائمه المساجد ووزاره الاوقاف كانوا في توعيه منهم وكان في بالظبط في مشاركه. ايوه طبعا كان في مشاركه كبيره جدا عندنا في القريه. كلمه لما تيجي من على المنبر بتبقى لها تاثير مختلف. ده طبيعي. ده دور الوزاره بصراحه. فابتدى أئمة المساجد يتكلموا في البلد وينشروا الموضوع ان عايزين تبرعات صونات الاكسجين، وخصوصا الحالات ابتدت تظهر يعني. فبالفعل وفرنا دفعه اولى، جبنا دفعه اولى حوالي 15 اسطوانه وابتدينا نوفرهم، ابتدينا نشوف ممرض وممرضه علشان يركبوا ايه يوصلوا الاسطوانات لبعض الحالات اللي هي في العزل المنزلي. اشتغلنا على الموضوع دوت وبالفعل. طيب الاسطوانات عايز منظم، جبنا لها المنظمات. طب عايزين نجيب بعد كده الاجهزه قياس الاكسجين. طبعا ما انت لازم عشان تعرف اذا كان ده محتاج ولا لا لازم تقيس نسبه الاكسجين في الدم. انا عايز اللي يجي الحاله اللي مريضه ما يقفش على اي حاجه. هو الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. عندك كل الامكانيات بجانب طبعا يعني كل حاجه. مش عايزه يلف. انا عايزه يجي ياخد الاسطوانه بالمنظم بتاعها بجهاز قياس الاكسجين بكل بالماسك بكل حاجه. انت مش عايز تشغله انه يوفر حاجه لان هو كفايه يعني، يكفي ان هو المرض اللي عنده مريض في ازمه زي دي كارثه ومصيبه. يشغل دماغه ان هو يوفر حاجه تانية، فانت موفر له كل حاجه. اعان الله كل حد في الموضوع دوت يعني بصراحه يعني. فابتدينا نوفر كل حاجه وبالفعل وفرنا ممرض وممرضه للحالات لتوصيل الاجهزه والحاجه على المرضى. علاج كورونا بقى نادر في الصيدليات في فترة الأزمة وبقى غالي جدا. الحاجة 10 جنيه بقى ممكن توصل 50 جنيه بالظبط. كان لكم دور في موضوع الأدوية. وانا جاي لحضرتك ليه، احنا لسه ما خلصناش وموضوع كورونا. انا بقول لحضرتك بدأت الأزمة الحقيقية فعلا، بدأت من هنا من موضوع الاسطوانات وموضوع كثرة الحالات يعني. فطيب احنا دلوقتي خلصنا موضوع الاسطوانات. طيب بدا عندنا حالات تظهر اللي هو عنده حساسيه، عنده ربو، الحاجات ديت لها اجهزه اللي هو بتزود برده وهو اكثر عرضه للاصابه بمرض كورونا. الناس ديت اللي هي تعبانه عندها حساسيه على الصدر. مرضى الصدر هم اكثر عرضه طبعا، اكثر عرضه يعني بالاصابه. فوفرنا جهاز اللي هو جهاز الاستنشاق اللي هو النبولايزر، وفرنا منه برضو أجهزة وحطناها في مقر الجمعية وأعلننا عنها أي حالة عندها وكذا. طب خليني أسأل سؤال تماما، إنك أنت دخلت في حاجات متخصصة وحاجات طبية. اتفضل. بنتكلم في علاج كورونا وفي أجهزة، وحضرتك قلت بعض الأسماء ممكن تكون بالنسبة لي أنا ما أعرفهاش عشان أنا مش متخصص. تمام.
ولكن هل انتوا استعنتوا بدكاتره متخصصين عشان يشوفوا الادويه والاجهزه دي؟ بالفعل استعنا بالدكتور احمد الصباغ، اخ فاضل جدا وراجل محترم وعضو مجلس اداره في الجمعيه على فكره برضو. كويس. ده دكتور بطنه حميات في مستشفى حميات منوف. استعنا بيه، قلنا احنا دلوقتي يعني ده المتخصص معاكم في 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 فريق الازمه. بالظبط. ده كان متخصص عشان هو اللي يقدر يحدد بناء على كلامه هنقدر نتحرك. بالظبط. هي الحاله كانت بتبقى عنده. ده كويس جدا. الحاله بتروح له بيقول الحاله دي محتاجه كذا كذا، بيبعتها على مقر الجمعيه تاخد الاسطوانه وتاخد الاجهزه بتاعتها والكلام ده. حاله محتاجه جهاز نيبولايزر برضه تيجي تاخد الجهاز. جينا بقى في موضوع بعد كده، طيب دلوقتي قابلتنا مشكله ثانيه. خلاص اسطوانات كده خلصنا. طيب. لا ايه تاني المشكله؟ قابلتنا مشكله العلاج. علاج كورونا غالي فعلا. طب في مشكله تانية. مشكله ايه؟ مشكله التحاليل ومشكله التحليل. الاشعه طبعا. طبعا انت عندك الاشعه المقطع الصدر وسط 400 جنيه، عندنا 450 جنيه. طب الناس دي كلها احنا بنتكلم في ريف. بنتكلم في قريه، ناس غلابه بسطاء على قدهم. طب الناس دي هيعمل اشعه دلوقتي وبعدين بعد ياخد العلاج، فتره العلاج علاج كورونا وصل مبالغ رهيبه. امال اتعاملتوا ازاي مع مبلغ العلاج او فلوس العلاج ومع الاشعاعات والتحاليل دي؟ بالنسبه لموضوع التحاليل، بالفعل احنا معانا اصلا مجموعه دكاتره كبيره في المركز متعاقدين معاها، معانا معامل تحاليل متعاقدين معاها، معانا معامل اشعه برضو، مراكز اشعه متعاقدين معاها، ومعانا صيدليات. فده في العموم يعني على طول الفتره يعني طول شغل الجمعيه. هو كويس برضو ان انتوا تكونوا شغالين بحب وكل حاجه وعايزين تساعدوا، بس طبعا لازم حته التخصص، لان طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نوصف الحاله ونشخصها ونقول محتاج كذا وكذا. لا، اهم حاجه طبعا التخصص. أنا يعني انا لست اهل لذلك، يعني انا ما اقدرش اوصف الحاله اقول الحاله دي محتاجه ايه ولا لا. لازم يبقى في اهل التخصص دوت، في دكتور متخصص هو اللي بيقول الحاله دي محتاجه قد ايه وبيكتب العلاج بتاعها. طب انا دلوقتي هو حضرتك الدكتور كتب لي ان الحاله ديت محتاجه اسطوانه، محتاجه جهاز نيبولايزر، محتاجه علاج، محتاجه اشعه، محتاجه بتاع. في لينك بيننا وبين الدكتور، الدكتور بيبعت بيتم بقى تحويله، بيرجع لحضرتك تاني وحضرتك بتحوله. أيوة. للجهه اللي هو المفروض يوصلها. بالظبط. عندنا ورقه موجوده، وصل موجود في الجمعيه، متعاقد مع الناس دي كلها، عايزه تحاليل ببعت على معمل التحاليل. عندي معمل الرواد موجود في البلد، ده قايم بدور جامد جدا معانا في الجمعيه، ببعت الحاله تعمل التحاليل كلها. عندي اشعه عايزه ببعت على مركز الاشعه برضو، هو برضو انا متعاقد معاه بطريقه ممكن نبقى نقولها عامل بروتوكول، يعني عامل بروتوكول تعاون بيني وبينه في ازمه كورونا في الايام العاديه على طول، وفي كورونا بالذات لها تعامل خاص. يعني انت اوريدي اصلا كجمعيه كنت عامل معاهم بروتوكول. ايوه. انا بحيث ان في حالات بتبقى مش قادره تعمل الاشعه، فلما بيروح من خلالك بالظبط بيتم التعامل معاه بصوره مختلفه عن الشخص العادي او اللي مقتدر يعني. بالزبط. لكن في كورونا العمليه زادت اكتر اكيد يعني. ايوه بالظبط. وانا عامل بروتوكول تعاون مع مجموعه كبيره من الدكاتره في كل التخصصات في المركز كله، مش في البلد. تمام. بس تمام. نرجع مع حضرتك يا استاذ وليد. طبعا بجانب الاستاذ وليد قاله، طبعا لازم كان بيكون في تطهير وتعقيم للشوارع والاماكن اللي فيها اصلا اللي ظهر فيها المصابين. تمام. ازاي كان بيتم ده عندكم في البلد؟ احنا بصراحه كمجموعه شباب في البلد، مجموعه شباب محترمه جدا يعني، بتتطوع في الخير وعن طريق برضه بصراحه المعامل اللي الاستاذ وليد ذكرها، ساهموا بنسبه كبيره جدا في موضوع المواد الكيماويه اللي بيتم بيها التعقيم والتطهير. طهرنا القريه عندنا 4 مرات من خلال السنه اللي فاتت ديت من ساعه تواجد ظهور ازمه كورونا. عقمنا البلد بالكامل، يعني مصالح حكوميه او بيوت اهالي، الشوارع الفرعيه، كنا بنعقم واجهات المنازل ومداخل. طيب المواد اللي انتوا كنتوا بتستخدموها، طبعا الكلور برضو كان في ازمه، يعني احنا بنتكلم برضو في الازمه، كان الكلور في ازمه، ازاي كنتوا بتقدروا توفروه اصلا كماديات ولا حد برضو كان بيساهم فيها؟ حضرتك هي بصراحه كلها كانت قايمه على التبرعات يعني، وكل واحد في مجاله في المجال ده كان بيقدر يوفر لنا الكميات بتاع الكلور مع المعامل طبعا، لان دي شغلهم، ده شغلهم في نسب طبعا اكيد معروفه يعني. كان طبعا بيوفروا لنا المواد ديت والمواد التعقيم، وبيقولوا لنا على النسب حتى التركيبه بتاعت عشان كله مردود اللي بتتحط في موتور التعقيم ده. كنا بننفذ التعليمات طبعا، واحنا كنا بنقوم
بالمجهود. انت ما اكتفيتش بتطهير المنازل او واجهات المنازل والمداخل ودخلت على المصالح الحكوميه. وحضرتك المصالح كمدارس او ك المصالح الحكوميه دي في بلدي برضو وفي قريتي فبتاعتي وبتاعت اخويا وبتاعت استنيتش. لا انا عايز اقول ان انت ما استنيتش ان الدوله هي اللي تيجي تطهر المصلحه دي، ولكن انت بدورك جوه القريه اعتبرت ان المصلحه الحكوميه دي زي بيتك. حضرتك ده بيتي والدوله والحكومه طبعا ما بتاثرش، بس اجراءات الاجراءات الروتينيه والكلام ده كله يعني يعطل شويه. انما احنا كاهالي بلد احنا اولى ببلدنا ان احنا نقوم بيها بالظبط. هو ده فعلا اللي المفروض نقوله، اللي لو كل واحد فعلا عمل في البلد بتاعته اكيد الحكومه اصلا يعني عليها حمل كبير، يعني لو مثلا لفت الجمهوريه كلها تبقى صعبه. فلو كل واحد اشتغل في البلد بتاعته الدنيا هتهدى شويه، وهنحاول ان احنا، وده اللي احنا برضو بنقوله اللي هي المبادرات الشبابيه بالزبط. اللي هو وجودها اصلا بيأثر كبير على المجتمع طبعا، وفرق كبير اصلا وظهرت اكتر في ازمه كورونا. حصل احنا في صندوق الكوارث اللي عملناه ده اللي انشاناه لما جينا في ظل ازمه كورونا والجمعيه طبعا موضوع الاسطوانات الاكسجين، فحبينا طبعا نتعاون معاهم ونحاول نقدم اي خدمه في طريقهم طريق الخير. فلما مجلس الاداره اجتمع قال ما فيش كارثه اكبر من كده. صح. لو الجمعيه محتاجه دخل الصندوق بالكامل للموضوع ده ما فيش عندنا ادنى مانع، المهم ان الازمه تعدي. الموضوع شيق وطويل ومحتاج وقت اطول من كده، ولكن لضيق الوقت احنا عايزك توجه كلمه لحد معين في نص دقيقة. أنا عايز أقدم شكر للدكتور أحمد الصباغ. تمام. وعايز أقدم شكر للصيدليات اللي تعاونت معانا، صيدلية الدكتور هيثم الهبلة والدكتورة رباب. وعايز أقدم شكر برضه لمعمل الرواد الدكتورة شيماء كفر البجور. تمام. وأقدم شكر لمركز المبرة للأشعة، تعاون معانا جامد في موضوع الأشعة. وعايز أقدم شكر لشركة المدينة المنورة والوليد للتقسيط، دول اشتغلوا معانا بالفعل في حاجات تانية برضو. وانا استغل الحلقة من خلال حضراتكم. اي حد بيساهم ولو بحاجة بسيطة من حقه يتشكر يعني. ونتمنى ان هم يفضلوا شغالين معانا طبعا لحد الاخر. الاستاذ احمد ابو غفار والاستاذ ايمن ابو عيطة، الناس دي تعاونوا معانا جدا في مجال تانية في سواج الايتام والحاجات دي. طبعا هو في اعمال كتير في اعمال جماعيه بس طبعا احنا ممكن نبقى نعمل حلقه لدور الجمعيه نفسه في طبعًا. في داخل ده شيء يشرفنا طبعا يعني. واي احنا اللي بنتشرف بوجود ناس بتحب البلد وناس ده دورنا. ده اكيد دورنا اكيد دورنا. وكلنا محتاجين، ويا ريت كلنا نعمل كده، يا ريت كل واحد فعلا في منطقته. استاذ وليد بحيري انا عايز تكلم تقول كلمه اخيره. انا عايز اقول مثل المؤمنين فيه تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو كل مجموعه شباب محترمه كده في اي قريه انشاوا حاجه زي كده وتعاونوا في حاجه زي كده بجد كل الكره مش هتبقى فاقه زمان. بختم حضرتك الجميل، انا بشكرك ان انت كنت موجود معانا النهارده، وعجبني جدا موضوع صندوق الكوارث. اتمنى ان هو يعمم وهنشتغل عليها اعلاميا، لان دي حاجه فعلا جميله جدا. استاذ وليد عبد العزيز بشكرك على تواجدك معايا، والجمعيه واضح ان هي لها دور كبير من 2012، ولكن ازداد الدور كبير جدا في ازمه كورونا، وواضح من الصور ان انت عملت مجهود رائع جدا بنشكركم عليه. وخير الناس انفعهم للناس ونعم بالله. اعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا الاولى مع نماذج مصريه مشرفه. بجد الواحد بيفخر انه مصري لما بيشوف النماذج زي دي موجوده داخل بلده بتساعد من غير ما حد يقول لها ساعدي. دي كانت نهاية فقرتنا الأولى، استنونا فاصل سريع ونرجع لكم في الفقرة الثانية.